هذا المشهد لن تجده إلا في منطقة رودكو بالقامشلي. تلال من النفايات وكلاب شاردة ودخان متصاعد باستمرار جراء حرقها، والتي باتت تشكل خطراً حقيقياً على أهالي المدينة وسببت أمراضاً مميتة. يعني بصراحة مكب النفاية صايرة مشكلة العصر بالقامشلي بكاملها وقرية نافكر خاصة، لأنه هاي القرية عم تعاني كتير كتير من وجود هالمكب قريب عن القرية. يعني ناشدنا البلدية، خاطبنا الوزارة، رؤساء الكومينات، المجالس، كلهم يعطونا وعود، وهالوعود بصراحة يعني حدا ما كأنه يعطوا وعد بس أنه يمشوا أهل القرية لقدام. استمرار إحراق النفايات بشكل شبه يومي أصبح مصدر إزعاج لأهالي المنطقة، وأصيب العشرات من الأطفال والمسنين بالأمراض التنفسية، ولم يعد بإمكانهم شرب مياه نظيفة. الوضع في القرية الوضع مو كويس، والمي سير مي وسخ، والمي ما بقى ينفع، وصار معنا كله ربوة والولاد مرضانين. الزبالة في كتير هون، ويجيبوا زبالة من كل منطقة القامشلي يجيبوا يكبوا لعنا أكياس، والوسخ يكب على الطريق، والولاد يشيلوا الوسخ ويجيبوا على البيت ويأكلوا، ما بعرف شلون. يعني الدخان الزبالة ما عاد ينطاق، والمي ما عاد تنشرب، كل يوم في دخان، في دخان كل يوم. بنت صغيرة عمرها 6 سنين صاير معها ربو من هالدخان الزبالة. تستمر شكاوي المدنيين من روائح المكب والدخان الناتج عن حرق النفايات دون أن تلقي اهتماماً من الجهات المسؤولة، التي توعد الأهالي بحلول يصفها البعض بالمماطلة. شكاوي ومطالب متكررة لأهالي مدينة القامشلي بنقل هذه النفايات إلى مكان خارج المدينة، ولكن أصواتهم إلى الآن بلا صدى، ليبقى هذا المكان سبباً لأمراض معدية أصيب بها العشرات من أهالي مدينة القامشلي. ناز السيد، قناة الغد، القامشلي.